يقال، يقول ابن تيمية، وقد يقال بل أثبت رؤية القلب، وقد يقال بل أثبت رؤية القلب ورؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقلبه كرؤية العين، كما تقدم ذكر هذا. لاحظ، رؤية القلب، رؤية الفؤاد كرؤية العين. يقول كما تقدم ذكر هذا من كلام الإمام أحمد وغيره، فلم يكن كلام ابن عباس مختلفا، وتكون هي رؤية يقظة بقلبه. انتبه جيدا، عندما يأتي التيمية على رأي للتدليس لصالحهم، عندما يأتي قد يقال يقولون هذا رأي ابن تيمية، لا يقولون قد يقال هو للتقليل. وإذا كان الكلام يخالف أهواءهم ويخالف نفوسهم المريضة ويخالف مغالطاتهم، يقولون قال قد يقال فهذا تضعيف، إذن لا يتبنى هذا. وأخرى يقول أنه حتى لو لم يأتي بهذه العبارة أو التقليل يقولون ينقل رأي الغير، ومرة أخرى يقولون هو في مقام الرد على الآخرين ولا يتبنى هذا الرأي، وهكذا حسب ما يشتهون. المهم هنا حتى نتعلم أيضا طريقة الاستدلال، بأنه يقول بمعنى أنه نفى، تحدث عن رؤية الآخرة وتحدث عن الرؤية في المنام، فمقابل هذا يقول بقية رؤية اليقظة، لكن رؤية اليقظة فيها حصتان، رؤية عين في اليقظة ورؤية فؤاد في اليقظة. فاحتمال هنا يريد رؤية فؤاد، رؤية قلب في اليقظة، ورؤية القلب هي رؤية عين بالنسبة للأنبياء. الآن أيضا عندنا تعليق هنا على كلام ابن تيمية. الآن نحن قبل قليل قلنا ما هو المقصود، قلنا يوجد حصة من الرؤية في الآخرة، حصة من الرؤية في النوم، وبقيت عندنا حصة من الرؤية وهي رؤية اليقظة، فيها قسمان، فيها صنفان، رؤية عين في اليقظة ورؤية قلب في اليقظة. والآن تقول هو يقصد رؤية القلب، رؤية الفؤاد في اليقظة، ولا يقصد رؤية العين في اليقظة، يقصد فقط هذه الحصة. أو نحن نضيف نقول على أقل تقدير، كما تقول أنها تدل على رؤية العين في اليقظة، أيضا هي ممكن أن تدل على رؤية القلب في اليقظة، رؤية الفؤاد في اليقظة، فلا ترجح لهذه الحصة على هذه الحصة. هنا تحتاج إلى تمسك بالإطلاق بالعام حسب قوانين اللغة والعرف التي لا يفقه بها ولا يفهم منها شيئا ولا يطبق منها شيئا ابن تيمية، حسب طبعا حسب ما يشتهي وحسب الموارد. والكلام أين هنا؟ أقول إذا كان عندنا حصتان، قسمان لرؤية اليقظة كما بينا، فلا يوجد إشكال هنا فيما قيل. لكن الآن نقول ما هو الداعي من أتيان ابن تيمية بهذه المقدمة، وهو أنه رؤية القلب هي رؤية العين، رؤية الفؤاد هي رؤية العين. لماذا أتى بهذه؟ وبمعنى أنه أتى بدليل يدل على خلاف ما يريد، ليس فقط لا يدل على ما يريد وإنما يدل على خلاف ما يريد. الآن أنت عندما تأتي بمقدمة تقول رؤية القلب هي رؤية عين، فإذا رأى بفؤاده يعني رأى بعينه، رأى بقلبه يعني رأى بعينه، إذن لتكن حصتان، لتكن مئة حصة، ما دام كل الحصص ترجع على رؤية العين، إذن ما هي الفائدة من التقسيم، وما هي الفائدة من هذا الكلام؟ وتقول هي رؤية فؤاد، وأنت في نفس الوقت تأتي بمقدمة تقول رؤية الفؤاد هي رؤية عين، إذن هي رؤية عين ترجع على رؤية العين. يا فهيم يا ابن تيمية، يعني كان المفروض أن لا يأتي بهذه المقدمة، رؤية القلب هي رؤية عين بالنسبة للأنبياء، المفروض لا يأتي بها في هذا المقتبس من الكلام، لأنها تدل على خلاف ما يريد وعلى خلاف القيل والقول، لأنه يريد أن يثبت أن هذه حصة تخص رؤية فؤاد في اليقظة، فلا تدل على رؤية عين في اليقظة. لكن عندما توحد بين رؤية العين ورؤية الفؤاد، إذن رجعت إلى أنها رؤية عين، لا تكون هذه في مقابل تلك. يكمل يقول وروى ابن خزيمة والطبراني وغيرهما حديث إسرائيل عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس في قوله ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رآه بقلبه. ونحن نقول لابن تيمية ولمن يسير على نفس استدلال ابن تيمية، نقول له الاتيان في بداية الكلام وقد يقال بل أثبت رؤية القلب ورؤية النبي بقلبه كرؤية العين،
نقول هذا يدل على أنها ترجع إلى رؤية العين. حتى لو أتيت بهذا الشاهد ما كذب الفؤاد وما رأى، قال رآه بقلبه، يعني أنه رآه ورآه بعينه، لأنك قلت بأن رؤية القلب هي رؤية عين بالنسبة للأنبياء. فما يجري من كلام ومن شروط ومن قوانين ومن ضوابط عن رؤية العين يجري على رؤية القلب والفؤاد، لأنك تقول رؤية العين رؤية القلب رؤية الفؤاد هي رؤية عين بالنسبة للأنبياء.